والسلام عليكم، تحياتي لكم جميعا ونرحب بكم إلى قناة علم هندي بالعربي. راح نكون هلأ مع 10 عبارات على الأقل جديدة. هذا هو الجزء الرابع من هاي السلسلة. So I would like to welcome everyone to my channel Learn Hindi in Arabic, and we're going to have at least 10 more expressions or phrases in Hindi. So let's start. ممكن في العطلة المدرسية وفي عطلة الجامعة، هاي من الشغلات اللي ممكن محادثات تمر معنا. اسأل طالب أو طلاب ماذا ستفعل في العطلة، يعني شو راح تساوي خلال العطلة. مرات العطلة بتكون أسبوعين، مرات عطلة بتكون أطول. فطبعا مرات الطلاب الهنود بروحوا، أغلبهم بروحوا يزوروا أهاليهم، وفي ناس بتروح مثلا زيارات لمناطق جديدة، وفي بعض الطلاب بتروح مثلا overseas. يعني الطلاب الأجانب ممكن إذا الفرصة بتسنح يمكن يروحوا يزوروا أهاليهم، يروحوا على بلدهم. فإذا بالأول هنا بدنا نقول مثلا السؤال، مثلا ماذا ستفعل في العطلة بالعربي. بالإنجليزي what will you do on vacation on that during the holiday of vacation. طيب هلأ خلينا نشوف هنا بالهندي شو بنقول. بنشوف الأحرف بالأول الهندية، لأنه هاي بتساعدنا نلفظ الكلمات بطريقة صحيحة أكثر. مثلا هاي تشو، حرف الإت أو تشوت، هاي الشحطة من تحت يعني الساكنة، وهاي كمان نفس الحرف بس من قبلها كسرة بصير تشوتي، هاي تي زي كأنها كسرة تشوتي يو، هاي الواي وهاي مشكلة ألف مع خط بصير تشوتي يو، هاي معناها العطلة الإجازة الهوليداي تشوتيو. تشوتيو مي هنا في كيا كر رهي هي، كيا كر رهي هي تشوتيو مي كيا كر رهي هي، يعني وهي بالعربي كتبناها هون، يعني في العطلة شو راح حضرتك تساوي، أو توم إذا بدك تحط كيا توم كر رهي هي، أعطيت توم بتكون كر رهي هو. تمام. طيب مثلا يمكن يجاوبك سأذهب إلى بلدي، راح أروح إلى بلدي، خاصة إذا حدا طالب بدرس من بلد تاني. فإذا I will go to my country أو I'll go home ممكن، أو إلى to my state إذا حدا طالب هندي من ولاية تانية، لأن ولايات كثير بيروحوا يشوفوا أهليهم. طيب هون الترجمة بالهندية بالأحرف الهندية بقول أبني ديش معناها، ديش معناها البلد ديش. فإذا أحسن الواحد يعرف الكلمات بالأحرف الهندية، ولا إذا شافها مفكرها ديش يمكن اللي هي غلط، لازم ديش. أبني ديش جايونغا، بالمستقبل بقول جا جايونغا. فإذا أبني ديش جايونغا يعني أنا راح أذهب إلى بلدي. كم ستبقى هناك، يعني كم راح تمكث، قديش راح تطول، يعني for how long you'll be there, how long you'll stay بالانجليزي. طيب هات نشوف هنا، بتيجي بالهندي شو بتقول. هاي الاحرف الهندية ك، اول شيء كتني او كتني 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 دير كتني دير كي ليه، بعدين كلها مع بعض بتصير كتني دير. دير معناها هون قديش بدك تتأخر، يعني how long you will be there، يعني دي قديش راح تتأخر، يعني كتني دير كلي قديش راح تتأخر. هاي كي وهي لي يي بالإنجليزي، الأحرف الإنجليزية كتني دير كلي. الجواب ممكن يكون حوالي أسبوعين تقريبا، خاصة إذا العطلة قصيرة.
approximately 2 weeks. We'll stay there for approximately 2 weeks. فإذا بالهندي شو بقولوا؟ لاج باج يعني تقريبا. هاي لا لا وإج لاج باج. وهاي البه زي به وها عشان هيك عطينا هون لاج باج تقريبا دو دو معناها اثنين. دو هاي سبتة دو سبتة أسبوع. سبتة هي أسبوع. دو سبتة يعني أسبوعين. فإذا لاج باج دو سبتة حوالي أسبوعين. بيسأل الشخص اللي بتكلم معه وأنت وحضرتك يعني شو مخططاتك، شو مشاريعك، هل ستذهب إلى أي مكان، وين راح تروح بهالعطلة. And you going anyway. فإذا or Tom يعني أنت هاي or Tom. كهي جارهيه كهي يعني إلى أي مكان. كهي جا في هون فيك تقول كهي جارهيه أو فيك تقول كهي جارهيه. هاي هون أنا هو عادة إذا Tom بتقول جارهيه، أما إذا قلت or up بتقول هون هي بتقول كهي جارهيه. كهي جارهيه كهي يعني إلى أي مكان. بعدين بتقول آه سأذهب إلى مثلا جنوب الهند، مثلا بدي أروح رحل في مناطق، عدة مناطق مثلا في جنوب الهند مثلا معروفة مثل جوا في منطقة هناك على البحر العرب المحيط الهندي اسمها جوا، منطقة يعني سياحية. وفي كمان ميسور في مناطق ثانية، بنغالور، في مدراس أو بسموها تشيناي غيروا الأسامي. فإذن I'll go مثلا to south of India. خلينا نشوف شو معناها. هنا شفنا بالاتجاهات قبل، هنا للإعادة في أو exercise يعني بتقول me يعني أنا. me دكشن، دكشن معناها الجنوب. دا هاي حرف الدا، وهيك لما يكون ساكن الكه مع الشه بوصلوهن مع بعض، مع الكسرة هون صارت دك شن. هاي أن بآخر الكلمة مرات بكتبوها بالطريقة. فإذا مي دك شن بهارت يعني بهارت الهند، يعني دك شن بهارت يعني جنوب الهند. جو جايونغا يعني راح أروح إلى جنوب الهند. طبعا هاي تعبير تتعلمها، ممكن في أنت وضع تاني تستعملها في أي مكان. تمام. بقول لك متى سوف تقوم بحجز الفندق، يعني اذا راح على محل مش عند اهله بده يحجز الفندق يعني مكان في الاوتيل مثلا في فندق مثلا. When will you book like a hotel accommodation. When will you make a booking accommodation. طيب بقوله أب هوتيل، هيك بقوله أب هوتيل بدل ت بقول ط زي الط مشدد. هوتيل هوتيل أب هوتيل. كب بوك يعني زي بالإنجليزي بوكينج. كب بوك كارينجي، كارينجي يعني you will do راح تحجز سوف تفعل يعني، بس يجمعوا مع بعض بوك كارينجي يعني راح تحجز. كب متى، فإذا كل الجملة مع بعض صارت أب هوتيل كب بوك كارينجي. أب هوتيل كب بوك كارينجي. قال له يعني منيح اللي ذكره يعني ذكره بالموضوع البوكينج يعني انه الحجز. قال له اليوم اليوم المساء مساء اليوم today evening أو tonight. بالهندي بيقول له آج آج شامكو. آج يعني
اليوم أهو أ وإج أج حرف الش وأ وإم شام يعني معناها المساء شامكو مع بعض بتجي بتبعوها so أج شامكو يعني today evening we'll do the booking. بدك تسأل ما هو إيجار الغرفة إذا عم بيعمل بوكينج عم بتلفن مثلا لشركة الحجز فرضنا عن طريق التليفون أو راح شخصيا أنه مرات بفوت مباشرة على الأوتيل بده يسأل ما هو إيجار الغرفة What is the rent for a room How much a room cost to rent فهون شو بنقول بالهندي إيك كامري يعني الغرفة كاميرا هي الغرفة بس لما ايك واحد ايك كامري كا عشان هنا زي للوصل اضاف او مضاف بنحط لها كسرة كامري كا كا يعني كراية الايجار يعني هاي الكراية هي معناها الاجار يعني كا اوف زي بالانجليزي بقول كويس The rent of a room. بس هون بالهندي بحطه كامريكا of بالآخر بالأول بحطه room of rent. كتنا هي هون الترتيب صارت كلها ايك كامريكا كرايا كتنا هي ايك كامريكا كرايا كتنا هي كم بعدين مثلا شو فيها الشغلات معني شو في اثاث شو موجود بقلب الغرفة بدك تعرف فيها الشغلات اللي بتعجبك شو الفرنتشر ما هو الاثاث الموجود في الغرفة what furnishing what furniture does the room have فاذا كامري مي هون كامري مي يعني في الغرفة كيا كيا سامان هي كيا كيا يعني شو في شو الشغلات الموجودة كيا كيا بعدوها كيا مرتين عشان هيك بصير ايش وايش يعني شو ماذا وماذا سمان معناها اثاث او شغلات سمان هي يعني هذا هو هذا كامري ميك كيا كيا سمان هي شو في شغلات بالاوضه بتجاوبك مثلا اذا كنت بالاوتيل او على التليفون بقول لك كل شيء تعال وشوف بفرجيك تعال وانظر everything that is in the room there is everything come and have a look فاذا شو بقول sub coach sub هي يعني كل شيء all coach شغلات sub coach and everything او ديكو يعني تعال او ديكو تعال اتفرج عجبته مثلا قال له طيب حسنا احجز الغرفة اوكي ذن بوك ذا روم يعني عجبته بده يحجز بيحجز الاوضة يعني او الغرفة بقول له تيك هيت تو اذا تيك هي يعني منيح اذا تو يعني زي اذا تيك هيت تو كاميرا بوك كاري كاميرا بوك كاري او كارو يعني حسب انت شو بدك تقولها بطريقه محترمه اكثر بتقول بوك شو بتقول بوك كاري بالسلامه طيب انت بتقول لصديقك صاحبك او الشخص اللي بتكلم معه بده يروح رحله بالسلامه رحله امنه have a safe trip اذا have a safe trip and enjoy your trip مرات sometimes they say او رحله سعيده فاذا هون بالهندي شو بتقول ياترا معناها رحله هون كاتبينها ياترا سوركشت يعني سيف او امنه او بالسلامه هو ياترا سوركشت هو يعني مع السلامه او رافقتك السلامه
واحنا بنقولكم رافقتكم السلامة و ويرجى الإعجاب والاشتراك ونراكم في الفيديو المقبل. Thanks for watching. Please like, subscribe and share. We'll see you in the next video.